مرحبا بكم في عالم حواء. تم تصنيفه عام 2012 من طرف اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، ويعد من أرقى الملابس التقليدية في الجزائر ومن التقاليد العريقة والأصيلة لسكان مدينة الزيانيين تلمسان. حتى أنك إذا حضرت عرس تلمساني راح تتخيل نفسك أنك تعيش في زمن الأندلسيين، وأنه جميع النساء في الحفل أميرات. في عدد اليوم رح نتعرفوا على الشدة التلمسانية، لباس الهمة والشان في الغرب الجزائري. الشدة التلمسانية لباس تقليدي مشهور في مدينة تلمسان، تلبسه العروسة التلمسانية ولا اللي يتزوجها الرجل التلمساني. تستغرق مدة خياطته 4 أشهر، وتلبسه بعدها المرأة لمدة 6 أشهر بعد زواجها في المناسبات والأعراس. يوصل وزن الشدة ل 15 كيلوغرام، كونها مرصعة ب 50 نوع من الأحجار الكريمة والمجوهرات التقليدية المحلية المصنوعة بتلمسان، ومطرز بخيوط ذهبية وأخرى من الفضة الخالصة. يعود تاريخ الشدة التلمسانية للقرن 11 لمرحلة ما قبل سقوط الأندلس، وإن كان لباس ملكي خاص بالأميرات في منطقة تلمسان. يجمع بين عدة حضارات، فالبلوزة أصلها من الحضارة العربية، والفوطة من الحضارة الأمازيغية، والقفطان من الحضارة العثمانية، بينما الشاشية مستمدة من الحضارة الأندلسية. تتكون الشدة التلمسانية من 12 قطعة متناسقة ومشدودة مع بعضها، وهي عبارة عن لباس تقليدي مخدوم من الساتان ومطرز بخيوط ذهبية وأخرى فضية على حسب ذوق العروس. يديه مصنوعين من الدانتيل الذهبي اللي يغطي تقريبا كافة اليد، أما الأذنان فتزينان بأقراط مخرزة كبيرة الحجم تسمى بالقرص. يوضع حول الخصر حزام وهو مصنوع في تلمسان، وفي منطقة الصدر يلبس قفطان قصير يطلق عليه الجوهر، بالإضافة لتاج مخروطي يوضع فوق الرأس مخدوم من الفتلة، ويوضع بشكل محكم ويتلف عليه الجبين والزروف. تبينت الروايات عن سبب تسمية الشدة التلمسانية، بين من يقول أنه السبب هو اللمعان الشديد للمجوهرات المرصع بها، بينما يؤكد آخرون أن السبب هو أن خيوط ومجوهرات مشدودة ومتماسكة فيما بينها. لكن الرواية الأكثر شيوعا هي أنه يعد بمثابة اختبار لصبر العروس ليلة عرسها، وإن تتحمل وزن الشدة اللي هو أكثر من 15 كيلوغرام. رغم غلاء ثمن الشدة التلمسانية، إلا أن سكان مدينة تلمسان بقاوا متمسكين بهذا التراث، وحتى مع العصرنة والتقدم بقات الشدة التلمسانية محافظة على قيمتها التاريخية اللي جمعت بين حضارات مختلفة عبر أجيال عديدة. وأكيد ما ترضاش العروسة التلمسانية إلا أنها تلبس الشدة باش تكون ملكة في عرسها. مشاهدينا، وصلنا لنهاية عدد اليوم. ما تنسوش تشاركونا بتعليقاتكم وأراءكم على صفحاتنا الرسمية اللي تظهر أسفل الشاشة. شكرا لكم، السلام عليكم.